السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية وأيضا العالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. مشاهدينا ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي لفتت إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 يأتي ليؤكد ما توليه مملكة البحرين من حرص على مواصلة تحقيق النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية العالمية. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يوم أمس لحلبة البحرين الدولية، حيث شهد سموه انطلاقة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2023 في نسختها 19. نطالع من صحيفة الأيام أن صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصف سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بالتاريخي. وقال سموه في تصريح خاص لصحيفة الأيام إن نفاذ أكثر من 36 ألف تذكرة للسباق الافتتاحي بمملكة البحرين يعبر عن نجاح البحرين في تنظيم أبرز الأحداث الرياضية العالمية. هذا وقد نشرت صحيفة الأيام على صفحتها الرسمية للإنستغرام فيديو لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وهو يقوم بجولة تفقدية في حلبة البحرين الدولية. نطالع من صحيفة البلاد مشاهدينا أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توج ماكس فيرستابن متسابق فريق ريد بول بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2023، وذلك في السباق الذي أقيم في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، حيث أشاد سموه بالنجاح الباهر الذي حققه السباق. لفتت صحيفة الوطن أن سعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي أكد أن نجاح البحرين في استضافة الفورمولا 1 يؤكد أنها حاضنة لجميع الأضياف والثقافات من كافة أنحاء العالم، مبينا أن احتضان الثقافات يعبر عن هوية المملكة الحضرية. وذكر في تصريح للوطن أن البحرين استطاعت أن تعكس صورة متميزة للعالم في هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى الاتجاه المتصاعد في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات من حيث التنظيم وبيع التذاكر وعدد الزوار. نشرت صحيفة الوطن أن وزراء أكدوا أن التخطيط والإعداد والتنظيم المسبق لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في موسمه الحالي الذي اختتم فعالياته يوم أمس أسهمت في تحقيق نجاح غير مسبوق لهذا الحدث الرياضي العالمي، خصوصا أن القائمين على تنظيمه من الشباب البحريني المتميز. بقلم الكاتب فيصل الشيخ نشرت صحيفة الوطن مقالا له حمل عنوان البحرين 10/10. كالعادة تبدع بلادنا حينما تتم استضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. هذه ليست شهادتنا نحن، بل شهادة العالم وخبراء هذه الرياضة واتحاد السيارات الدولي وكل من يأتي للبحرين ليرى بعينه ماذا يحصل في لؤلؤة الصحراء
أو الملايين الذين يتابعون تفاصيل السباق وما يسبقه من تصفيات تأهيلية وحصص التدريب التي تقوم بها الفرق والسائقون. كل عام تتميز البحرين والتي كان لها السبق في إدخال رياضة سباق الفورمولا 1 إلى المنطقة الخليجية والعربية، واستحقت مسمى موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وذلك بفضل توفيق الله ثم رؤية عراب الحلبة وسباقنا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حينما نجح في جلب هذا السباق العالمي إلى بلادنا العزيزة. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن عددا من مديري الفنادق في البحرين أكدوا أن سباق الفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية أصبح يشكل محركا فاعلا للفنادق ومرافق الضيافة على أساس سنوي بنسبة إشغال وصلت إلى 100%. وأجمع مديرو الفنادق والمرافق السياحية أن استضافة البحرين لمثل هذا الحدث الرياضي جعلها محط أنظار العديد من كبيرات المؤسسات الفندقية على مستوى العالم. بعنوان مبروك للفورمولا 1 مملكة البحرين، عنوان مقال للكاتب الصحفي محمود المحميد من صحيفة أخبار الخليج، فإلى هذا المقال. في كل مرة يتابع فيها العالم سباقات الفورمولا 1 في مملكة البحرين، فإنه يتابع قصة نجاح جديدة ويكون على موعد مع بلد وضع اسمه في مصاف قائمة الدول المتميزة. حكاية الفورمولا 1 في مملكة البحرين نجحت قبل أن تبدأ بسبب الإعداد المتقن والجاهزية الشاملة، ونجحت خلال انطلاقتها بسبب التنظيم الاحترافي والإقبال الجماهيري، ووصلت نجاحها بعد المسابقة لأنها رسخت مكانة مملكة البحرين على خارطة النجاح العالمية والسمعة الدولية. سر نجاح الفورمولا 1 يكمن في رؤية ودعم القيادة الحكيمة لمسارات التنمية الشاملة، وفي رعاية الفعاليات الدولية وإبراز الهوية الوطنية، وفي تعاون وروح فريق البحرين. الفورمولا 1 في مملكة البحرين يؤكد التفوق والإبداع لنموذج فريد في وطن صغير في حجمه، كبير بإرادة وعزيمة شعبه ومؤسساته، يعملون معا من أجل هدف عنوانه النجاح. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف الخليجية والعربية وأيضا العالمية، ونبدأ مع صحيفة القبس الكويتية، ونقرأ أنه صدر أمر أميري في الكويت يوم أمس بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي عهد الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم. وقالت صحيفة القبس إن هذه هي المرة الثانية التي يسند هذا المنصب للشيخ أحمد الصباح، حيث عين رئيسا للوزراء للمرة الأولى في 24 من يوليو الماضي. نشرت صحيفة الخليج الإماراتية فيديو لحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي لحفل اختتام جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2023. وقد أشاد سموه بجهود الكوادر الوطنية البحرينية وتجهيزاتهم المتطورة لحلبة السباق.
وإلى صحيفة صراحة الإلكترونية السعودية، وتحت عنوان التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعا في كل القطاعات، وهو ما أكده عدد من وزراء العدل والقانونيين الدوليين المشاركين في الجلسات الحوارية لليوم الأول للمؤتمر العدلي الدولي المنعقد بالرياض. ونقرأ من الصحيفة أن معالي وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أكد خلال كلمته أن هذا المؤتمر يستهدف بناء الشراكات العدلية، وشدد على ضرورة مواكبة التغيرات لتحسين وتطوير التقنيات المعززة للضمانات والقضائية والعدلية. نطالع من صحيفة الجزيرة السعودية أن اللجنة التنفيذية للأمن السبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت أمس اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي بمشاركة وكلاء ونواب الوزارات والهيئات والمراكز المعنية بالأمن السبراني بدول المجلس. وخلال الاجتماع تم مناقشة تعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني، كما تم استعراض السياسات والإجراءات للتصدي للتهديدات السبرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر أيضا عبر تطبيق VHTVN Radio. شكرا لكم على طيب المتابعة، وفي أمان الله.